لسه بكير لحتى ننبسط لنشوف شو بدها تعمل. وشو بدها تعمل؟ عندها سوابق. فكرك رح تلاقي شغل بهالسهولة؟ بكرة بتدور كم يوم وبعدين بتروح. ايه رح نستنى ونشوف. بعدين مو على أساس رفقات أنت وياها؟ حسيتها ما بتعرفك. كنا ونحنا وصغار رفقات كتير مع بعض. كانت تجي لعنا هي وإمها، بوقتها كنا نتفق سوا. والظاهر لما كبرتوا ما عاد اتفقتوا أبدا. تفضل هاي حصتك. لا تواخذيني، بعرف إنه مو كتار. دبري حالك لبين ما تلاقي شغل. مستحيل إني أخذهم، هدول مصاريكي. ليش حتى ما تاخديهم؟ في فرق بيناتنا؟ هدول آخر شي عنا ورح نتقاسمه. يلا خدي. لك كيف ممكن تحكي بهالبرودة هاي عن قتل شخص؟ أنا ما عم بقدر أفهم بنوب. أنت شايفني رح أكون كتير مبسوطة إذا بتقول رح تموت. يا ريت ما نضطر نعمل هيك شي أبدا، بس ما في عنا حل تاني غيره. بس أنتوا لا تاكلوا هم، عمو خليل قال لي لقالكن شغل، وأكيد رح ترجعوا توقفوا على رجليكن مرة تانية. وشو هاي الشغلة بنتي؟ بالبوفيه. شو؟ أنتي بتقصدي تقديم أكل ما هيك؟ إيه صح، اليوم المساء في حفلة عيد ميلاد وبدهم أنتوا يلي تحضروا الأكل للحفلة. ما حدا جاي بوعي رسمية، شوفي كيف جايين بكنزات وبناطلين. خلص حبيبي، هن ما بيفهموا. حدا بيجي على حفلة بأواعي عادية؟ آخ منك، كان لازم تسألي بالأول ما هيك؟ كأنه جايين على اجتماع. شوفي شو صار هلأ حبيبي، لا تسأل على حدا، خلينا ننبسط. امشي نوقف بغير هالمكان لأنه عمتي رح تاكلني بعيونها. عمتك هون شفتيها؟ ايه شفتها طبعا. ما كنت بعرف انه الخالة عائشة بتشتغل عندها، من جديد يعني؟ مو هيك، هي بتشتغل بمحلنا من وقت طويل. اللي انت من وين بتعرفها؟ هي بتقرب نوال مرت عمي. اوه كيفكن شباب، شو عم تعملوا؟ شو في قدرات؟ كأنك رجعت لحقتني. بس حبيت شوفك ابن عمي. شو ما بيحق لي؟ عن جد انتو ولاد عم؟ ايه نعم، ياسين بعتبره مثل أخي طبعاً، لأنه هو ما كتير بيعرف بالعادات، فأنا رح أعرفكن على حالي. أنا قدرات. أنا ياسمين، تشرفت بمعرفتك. أهلا وسهلا. أنا سيبال. ماني عرفانة كيف بدي أتشكركن بصراحة، لو دغري طلقتونا من بعض ما كنا هلأ هون. نحن منحاول قدر المستطاع أنه ما نخرب ولا عيلة. نحن مو همنا بالمرة أنه نيسر معاملة الطلاق بس مشان ناخد زيادة. كتير منيح، كل ما كتروا المحامين يلي مثلكن معاملات الطلاق رح تقل. لا تواخذوني، تليفون ضروري لازم رد. طبعا خذ راحتك. اهلين اسيل. تعال بسرعه، جبت لك السميه اللي رح تعطيه لبتول، عم بستناك. طيب يلا جاي. عن اذنكم بس شوي. ما عم بفهم لسه بشو عم بتفكر. شبك؟ بصراحة كتير خايف، حاسس اللي عم نعمله ما نو صح. ما في شي تخاف منه بنوب، كل شي لازم تعمله تعطيها نقطتين كل يوم، الموضوع كتير بسيط. لا تاكل هم أبدا، بتول ما رح تحس بشي ورح ينتهي الموضوع. شو عم يعملوا هدول؟ أكيد بدهم يموتوها لبتول خانة. يا ربي معقول؟ معقول هالناس شو أكلوا؟ هاي خلصت كمان؟ أنا رح طلع اللي بالمطبخ وحطهم بالصينية. اجي معي؟ لا لا، وزعي اللي بإيدك.
شو رأيكم نروح؟ داخل كتير. هي اجينا وشفناهم حاجة. طيب أصلا أنا كمان اتضايقت. يلا سيبال. ياسين خير؟ شو لوين رايحين؟ إذا مفكر إنك تبهدلت مشان أواعي دبر لك شي كنزة إذا بدك، ما في مشكلة. لا تطلع علي هيك، ليش بتزعل فورا؟ عم بحكي من شانك، بس مشان ما تنزع طقمك. خبي لعرسك أحسن. أنتو استنوني هون. ياسين شو رح تساوي؟ برأيي تخبى لأنه عصب كتير. أنت شو دخلك؟ ليش هيك عم تحكي؟ شو بدك فيني؟ طول بالك ياسين، اهدى. عم بحكي من شانك مشان ما تتبهدل، لأنك جاي بطقم مثل رجال الأعمال. ما دخلك، فهمت؟ شو أنت بدك تقلي شو لازم ألبس؟ بظن لو سألته كان أحسن لك. شفت أنه هذا مو رأيي إلي لحالي؟ قدرة ضب لسانك ولا تخليني بهدلك. شو رح تعمل؟ احكي يلا، يعني شو رح يطلع بإيدك؟ طلع فيني، أنا بلبس الأواعي اللي بدي إياها، فهمت؟ أنت ما دخلك فيني بنوب. ياسين إجا من الشركة لهون لهيك لعبس طقم، ماله مثلك طول الوقت قاعد بلا شغل. هو معاون مدير على مستوى. شو؟ معاون مدير؟ عن جد ضحكتيني. ياسين ماله معاون مدير يا حلوة، هو عم يكذب عليكم. هو بالشركة أقل من موظف عادي، فهمتي؟ ياسين، ياسين ابني اهدى شوي. خالي عائشة بترجاك تركيني، لا تلحقيني. وقف ابني. ابني ياسين. ابكي كمان ابكي، لا تفكري حالك انك نفذتي. رح حاسبك على كل اللي عملتي بس لنوصل على البيت. شكراً كتير إلكن، أنتوا أنقذتوني اليوم. المدير طلع كتير مبسوط منكن وحب شغلكن، الله يعطيكن العافية. ولا يهمك، نحن عملنا واجبنا. يسلموا إيديك. طبعاً بكفي إنه بفضلك لقينا شغل. صحيح كنت رح أنسى، هاي مقابل تعبكن اليوم، تصرفوهم بنا. يسلموا، الله يعطيك العافية. بإذن الله كل شيء رح يتحسن ورح نتجاوز هالمحنة مع بعض. بهاي البناية بيتك يا أختي، ما هيك؟ إيه تمام، هون. خير إن شاء الله. شو عم يعمل عم فيصل هون بهالوقت؟ لا تواخذيني يا بنتي، اضطريت بيع البيت، ما عاد فيك تضلي من هلا ورايح. بعته للبيت؟ شو عم بتقول يا زلمة؟ كان لازمني مصاري، انجبرت بيعه وعطوني مبلغ منيح. أنا آسف كتير يا بنتي، ما كان بدي يصير هيك، بس ما كان عندي حل تاني. حاولي تلاقي مكان غيره وتقعدي فيه. يلا تصبحوا على خير. ايه فيصل افندي، طلع فيني لشوف. ما عم بفهم شلون بتحط المستأجر بنص الليل بالطريق وبتقلعه. لا تعيطي هاد يا خانم، هلا بفيقوا الجيران. على اساس كتير هامك، خليهم يفيقوا مشان يعرفوا شو عملت بهالمسكينه. ما عم بعرف هالعالم شو صاير له. هداك فجأة بيقلعني من المحل، وانت بتجي بتقلع المرة من بيتها. لك شو بكون ما عاد حدا سلحا؟ فهمنا ما بتخافوا من العبد، بس كمان ما بتخافوا من الله؟ شوفوا طلع عليها هاي المرة، شو بدها تعمل بنص الليل؟ لوين بدك ياها تروح وما في إلا حدا؟ عمو بترجاك لا تعمل هيك، ولا يوم تأخرت عليك بدفع الأجار وما قصرت معك، ما قلت لي بدك تبيعه. ما عندي أي مكان روح عليه. قلت لك لا تواخذيني يا بنتي، كان بدي مصاري وانجبرت. على
شو بدها تواخذك؟ بظن انه كل شيء له اسلوب واصول، ما هيك؟ هلا بنص الليل ذكرت انه بدك مصاري؟ اه؟ جاوبني لشوف، ليش هيك ساكت؟ لا هادي خانم، مو هيك الموضوع. انا بصراحة اتصلت فيكن كتير. لا تكذب بنوب، ما اتصلت ولا شيء، الكل بيعرف نحن وين ما كاننا. شو صاير؟ ما بعرف، انا هلا اجيت. انا رح خبركن شو اللي صاير. السيد فيصل هون، قال هاي المخلوقة الوحيدة بنص الليل، مع انه بيعرف انه ما عنده محل تروح له. بس بحب خبرك انه ما لها لحالة، انا موجودة هون. افتح الباب لنشوف. هاد يا خانم لو سمحتي. عم اقول لك افتح. هاد يا خانم ما بيصير هيك. بلا ما اتصرف تصرف تاني افتح. وانتو لا تطلعوا هيك. يلي عنده ضمير يجي لهون، اعتبروه اخدكن وتعوا ساعدوها. يلي صار اليوم بهالمخلوقة بكرة بيصير معكن كمان. شايفة يا امي كيف جلنار مرافقة وحدة مثلها؟ شوي تاني رح تقتلوا لهالختيار. تعالوا شوفوا جارتكن شو صاير بحالتها. بكفي بقى هاد يا خانو، بالأخير لا تنسي انه هذا رزقي كمان، وانا وضعي معروف، ما في عندي غير هالبيت بيجيني منه مصاري، شو بدك اعمل؟ عطوني أكتر ما بيسوى هالبيت بنتي. لو كنت غني لرفضت هيك فرصة وما قبلت، بس هيك الظروف. طيب عمو فيصل، ممكن تقلي مين اللي اشترى البيت؟ قلي مين عمو، بترجاك أنا بروح وبحاكيهم، بركي إذا شرحت لهم وضعي بيخلوني وما بيطالعوني من البيت. احكي خلصنا. طالما بعت البيت قلنا مين هو اللي اشترى لحتى نروح ونحكي معه. حتى لو حكيتوا ما رح تستفادوا، هو اشترى البيت بشرط أني دغري فضيه، قال فوراً بدهم يسكنوه، بكرة رح يجيب أغراضه. ما رح نقدر نساوي شيء، لهيك يا بنتي روحي دبري راسي، يلا تصبحوا على خير. يا عيب الشوم على جيبتك بس، ويا عيب الشوم عليكم أنتو كمان. خلينا نمشي. روحوا روحوا ناموا أنتو مرتاحين، بس يا حيف على هالدنيا كيف صايرة. طبعا طالما شيء ما بيهمكن ليش لحتى تتدخلوا؟ عمتي خلص بكفي بقى. شو بدي اعمل قليلي؟ شو بدي اعمل؟ وين بدي روح بحالي هلا؟ رح تجي لعنا، شو ما في غير بيتهم يعني؟ عثمان ابني خود الشنطاية لو سمحت. كيف يعني عمتي؟ ياسمين اسكتي ولا كلمة، لا تسمعيني صوتك. يلا امشوا. بكرة إلا ما تلاقي بيت تستأجره، هاي جلنار وين ما وقعت بتلاقيها بترجع بتوقف على رجليها. تستأجر لشوف هاي الحية، أي مكان رح تروح عليه رح لاقيها وهد فوق راسها. يلا امشي صالح. أسماء أنت منيحة؟ ليش هيك وشك تغير لونه؟ آه أنا منيحة، لا تاكلوا همي. لا تواخذوني. كل شي لازم تعمله تعطيها نقطتين كل يوم، الموضوع كتير بسيط. لا تاكل هم أبدا، بتول ما رح تحس بشي ورح ينتهي الموضوع. وين رحت حبيبي؟ لو تأخرت كمان شوي كنت فكرتك رحت وتركتني هون لحالي. بالحمام التقيت مع رفيقي، بعدين لا تفكري اني ممكن اتركك وروح. ما عاد نفترق بنوب. آنسة أسماء اكيد انت منيحة. ممكن نروح؟ طيب نحن بتسمحوا لنا عن إذنكم.
شوي شوي. خديهم بسرعة وحطيهم بمحلهم. أهلا وسهلا فيك، تفضلي لجوا. أختي أنا مالي حابة إني ضايقكم. بشو بدك تضايقينا؟ شو هالحكي هاد؟ تعتبري البيت بيتك؟ أنتي مثل أختي وبتعرفي هالشي منيح؟ هاتي عنك. يلا روحي رتبي الغرفة جوا، خالتك عائشة رح تنام بغرفتك. وأنا يعني وين بدي نام؟ بالصالون طبعاً. لا أختي ما بصير، خلي البنت تنام بغرفتها، أنا بنام بالصالون. أنتي ما دخلك. يلا خلصينا، مو شايفة المرأة كيف تعبانة؟ طيب أنا ما بعرف نام أبداً غير بغرفتي، شلون بدك يعني نام بالصالون؟ اسمعيني ياسمين، غلطتك اليوم أصلاً لسه ما نسيتها لهلأ، لا تبلشي أحسن لك. ها لا تردي عليها أختي لهالمجنونة، كان مو ناقصني هم إلا هي اللي إجت لعنا. كنت عم بحلم أحلام حلوة كتير، كنت رح أخلص من هالوضع على الآخر، بس الظاهر رح ضل هون طول حياتي. دمرت أحلامي يا ياسين، كذبت علي كل هالوقت، ما رح سامحك بحياتي كلها، ما رح سامحك. كيف؟ قلتي لي معاون مدير؟ عن جد ضحكتيني. ياسين ماله معاون مدير يا حلوة، هو عم يكذب عليكم، هو بالشركة أقل من موظف عادي، فهمتي؟ أنا بورجيك يا قدرات، هيك بتعمل معي؟ هيك بتفضحني؟ بس لا، لأنه هي المرة الحق مو عليك أبداً، الحق علي أنا. أواخ يا ياسين، لك أنا الغبي، لشو لحتى أكذب عليها بالأصل؟ ليش؟ بحياتها ياسمين ما عادت تسامحني. إذا خسرتها لهالبنت ما رح أقدر سامح حالي شو ما صار. لهلأ ما عم صدق اللي صار. معقول بكل اسطنبول ملقوا غير بيتي لحتى يشتروا؟ بيجوز والله، ودافعين كمان ضعفين سعره. أختي شو لازم أعمل هلأ؟ أنا أصلاً بالزور لحتى لقيت بيت. قلي لي بس لوين بدي روح؟ كيف بدي ضل هون بدون شغل وبدون بيت؟ كنت مبسوطة لأني قريبة من ولادي، بس هلأ يا رب مالي غيرك. لا تضايقي حالك، كل شي رح يتحسن بالأخير. بعدين هالمكان مالو بيت، طالما هاد موجود رح نعيش كلنا مع بعض لبين ما أمورنا تتحسن. معقول هالحكي أختي؟ بدك ياني ضل هون دائما؟ طبعا مستحيل هالشي، مستحيل. أنا لازم لقي حل تاني بسرعة. جلنار، سمعتي اللي قلته؟ رح نعيش هون كلياتنا سوا، لعد تقولي هالحكي؟ ما رح انسى فضلك بنوب، بشكر الله اللي بعت لي وحده مثلك، لولاكي ما كنت عرفت شو بدي ساوي. لو سمحتوا انا نعست، اذا خلصتوا حكي مع بعض يا ريت تخلوني نام. لا تواخذينا بنتي، التهينا بالحكي شوي. امشي لأرجيك غرفتك أختي.
قال رح تفرجيها غرفتها. قال من وين لوين غرفتها؟ لك ما عاد قادر، رح يجننوني. آنسة أسماء شوفي، ما كنتي على بعضك على الأكل. لا تقولي إنك منيحة لأنه مالك هيك أبدا. ليك أستاذ عمر، أنا رح أقلك شغلة، بس لو سمحت لا تطنش يلي رح أقوله. تمام؟ تمام، عم أسمعك قولي. اليوم السيد سردار ونحن بالمطعم التقى على باب الحمام مع وحدة، أعطته شي مثل الدواء وقالت له عطي منه لبتول وبينتهي كل شي من غير ما هي تحس. يلي عم قوله صعب، بس يمكن ناويين يسمموا بتول خانم. انت شو عم تحكي اسماء؟ مستحيل. عم قلك شفتهم بعيوني، ما عم كذب، اكيد كان سم. قالت له عطيه كل يوم نقطتين. بعرف انه ما حبيتي للسردار، بس مو لدرجه تتهميه هيك اتهام. بعدين اكيد ما له قليل وجدان ليقتل مرته بهالطريقه. وانت شو عرفك؟ يعني مكتوب على جبينه انه مانو مجرم؟ الظاهر ما بتعرف الناس منيح استاذ عمر. لو تشوف قديش كتار الناس يلي ما في بقلبهم لا رحمه ولا وجدان. بس بتعرف شو رح قلك شغله؟ شايف هدول يلي منسق فيهم ومنحبهم كتير كمان؟ هنن يلي بيغدرونا من ورا ظهرنا. لو شو ما صار يصير اصحك تفكر تسق بحدا بهالحياة، لأنه ما رح يهتموا فيك ولا يسألوا عنك. حتى الأم كمان ما بينوثق فيها. آنسة أسماء، أنت منيحة؟ فيني أعرف ليش هيك تضايقتي كل هالقد؟ مين هيك يلي جارحك؟ لو سمحتي حكي لي لترتاحي. بجوز إني ما أقدر أعمل أي شيء، بس يعني على القليلة إذا حكيتي لي ممكن وجعك يخف شوي. في شغلات ما بنقدر إنه نحكيها، حتى لو حكيت ما بيخف وجعي. بس يلي ممكن إلك يا إنه الإنسان بيعمل أي شيء ليوصل للي بده إياه. يلي عشته أستاذ عمر علمني شغلات كتير. تفضلي أمي. أمي خير، شو وين كنتوا كل هالوقت؟ رحت نهيت الموضوع اللي ما حسنتوا إنكم تنهوه. أي موضوع؟ فداء. شبك داود، يعني أي موضوع؟ جل نار طبعا. مبروك حبيبي، وأخيرا ما عاد تحسن تقرب منا مرة تانية بهالسهولة. تقلعت من الشغل وتقلعت من بيتها كمان. فيك تريح راسك لأنه هي حتروح من هون بأسرع وقت، وبينتهي هالموضوع بقى. بظن أنه حاجتها هون تعبت زيادة عن اللزوم. ليش هيك عم تطلع فيني؟ شو مفكر عم بكذب داود؟ لا تنسي اللي عم تحكي عنه جلنار. رحت لعيد ميلاد رفيقتي، شو فيها كمان؟ يعني لو قلت لك كنت رح تخليني؟ عم تحكي ولا كأنك عاملة شي؟ بعدين شو هالفستان ها؟ كيف اشتريتي؟ يوه خلصنا بقى، أنا مليت من هالحالة. اف، شو بدك تحاسبيني على كل شغلة؟ تركيني عيش حياتي بقى. اسكتي ولا كلمة أحسن لك. ولك عين تحكي كمان؟
بظن بدل ما تحاكيني شوفي انتي شو عملتي. ليش جبتي هي النحس على بيتنا؟ من وقت ما اجت حياتنا كلها انقلبت مزبوط؟ اخدتيها على الشغل وراح المحل من ايدنا، وهلا حضرتك جبتيها على بيتنا. تعرفي احسن لك تدعي انه ما يروح البيت من ايدنا. لك اسكتي هس، اسكتي وطي لصوتك. هلا بتسمعك ياسمين ما بيصير. اوف ما بهمني ابدا، خليها تسمع. اذا في حدا لازم يستحي فبتكون هي. يا ترى شو ساوت لحتى كانت بالحبس؟ ما لقيتي غير تجيبي لنا وحده الى سوابق على بيتنا؟ اسمعي انت عم تحكي ومانك فهمانه شيء. تعرفي انه خالتك عائشه كانت محبوسه وبدون ذنب؟ طبعا، وحضرتك دغري صدقتيها. وكيف عرفتي انها ما عم تكذب؟ ما بدي اياها تكون معنا بهالبيت، عم تفهميني عمتي؟ ما بدي. ليكي ياسمين، مو حضرتك اللي بتقرري ماشي؟ هذا البيت بيتي انا، وعائشه بتكون رفيقتي. انا بدي اياها تضل بهالبيت، عم تفهمي؟ طيب بس توقع الشغله براسك، لا تبكي قدامي. ما بكفي انه سرقت لك محلك وهلا جاي لهون لتسرق بيتنا؟ جنى سمعتك وراحت، انبسطتي مو هيك؟ جنار وقفي، جنار هيك حتروحي بنص الليل من دون حتى ما تخبريني؟ اتصلت سهر وسمعت باللي صار فأصرت إني روح لعندها، وأنا مشان هيك طلعت بسرعة. لا سهر ما اتصلت، أنت سمعتي حكي ياسمين كله وزعلتي، بعرف إنك رايحة لهالسبب. لا يا أختي، شو دخل هاي بهاي؟ شوفي ما رح أخليك تروحي، أنا مستحيل أترك رفيقتي لحالة بهيك مشكلة. بترجاكي تركيني، أنا ما بدي ضايق أحدا مني بنوب، فلو سمحتي خليني روح. جنة بترجاكي خليكي، بعرف إنك رايحة بسبب ياسمين، بس هي لساتها بنت صغيرة ونحن واعيين أكتر منا، ما لازم ناخد بحكيها. لا أختي، ياسمين ما دخل بالموضوع، سهرة عم تستناني بلا ما أتأخر، وبصراحة لبين ما لقي بيت كون قضيت وقت حلو مع بنتي وحفيدتي، صح ولا لا؟ سامحيني أختي بترجاكي، ما حسنت خليكي ترتاحي ببيتي ولا لحظة، ما بكفيكي كل هالمشاكل، إجت ياسمين وكملتها كمان. أختي الشي اللي عملتي معي قرايبتي ما عملت لي إياه، بشكر الله إنك موجودة جنبي. يلا على البيت، لا تاكلي همي أبدا.
ki şimdi ayrıldık, özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Geçmedim, hep bekledim durdum. Sensiz olmaz, kalp dayanmaz, bu acı bir fırtına. Boyun eğmez sevdiceğim, geçmez bu hatıra. Sensiz olmaz, kalp dayanmaz, bu acı bir fırtına. Geçmez bu hatıra. Gözlerindeki o tebessümü görmek için ben yıllarca beklerim seni kalbime. Gizledim durdum, senden asla vazgeçmedim, hep bekledim durdum, hep bekledim durdum, hep bekledim durdum. مرة تانية إذا ستي حطت قطتي برا شو حيصير؟ حيصير كتير شغلات مو حلوة بنوم. شو هالحكي هاد؟ وشو رح يصير قليلي؟ أول شي رح أزعل منها وما عاد أحكي معها بالمرة. ماشي، أنا حكيت معه ومشي الحال، ووعدتني وقالت إنه ما عاد تقرب على قطتك. قولي لها كمان إذا ما رح تحب قطتي أنا ما عاد حبها. طيب يلا روحي العبي بلا ما نتأخر مشان نجهز الفطور لأبوكي. تمام. يلا.
فداء، انت شو فاكره حالك عم تعملي؟ معقول هالشي اللي عم بتسويه هيك بتخربي لي الجنينه كلها؟ شبه هي ليش عم تصرخ من الصبح؟ ضبيهن فورا وما بدي اشوفهم مره ثانيه، الجنينه كلها رح تصير صوف. بس انا دائما بالجنينه بزبط الصوف، ما بصير شي، انت لا تخافي. ما عاد فيني اتحمل، رح يجننوني هدول. لسه في شي اسمه صوف بهالوقت هاد؟ البيت كله رح يصير ريحته خواريف. اصلا في ريحه مو حلوه، بس شو هي جنان؟ شو هالريحه؟ في شي انتزع يعني؟ اوه يسلموا ايديك يا جنان، ريحه البسطرمه بتجنن، وصلت لعندي لفوق. معناتها البسطرمه هي ريحتها اللي طالعة هون. شو هي كمان؟ جبنة من الضيعة؟ هاتي لشوف لدوقة؟ عن جد كتير طيبة. ما عم بفهم انتو كيف فيكن تاكلوا هيك أكلات؟ شو هاد يا؟ اصبري يا نوال، جلنار مشي حالة وهلأ صار دور الأم آسيا. عن قريب رح أخلص منها كمان، كل شي رح يتحسن، بس طولي بالك. صباح الخير. صباح النور أمي، أهلا وسهلا، تفضلي قاعدي. صباح الخير أمي، تفضلي.